الرابعة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجزون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من عدد من لجان الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور جوني أرنست، حيث أكد الرئيس السيسي اعتزام مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء، وذلك بهدف وضع حد لهذه الحرب والتي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة. وفي اجتماع آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث اطلع الرئيس السيسي على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تلقت تعهدا مبدئيا بهدن مؤقتة في مناطق إنسانية محددة في الحرب في قطاع غزة، وذلك للسماح بحملة للتطعيم ضد شلل الأطفال. يأتي ذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية أن رضيعا واحدا على الأقل أصيب بالشلل بسبب إصابته بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي دفع تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين ومخيمها في وقت تواصل فيه حصار المدينة وإغلاق جميع مداخلها. كما تواصل جرافات الاحتلال تدمير الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي من المدينة، والتي شهدت دمارا كبيرا على مدار يومين منذ بدء العدوان على المدينة. وارتفعت حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 أشخاص بعد استشهاد شاب في المنطقة الشرقية، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر 2 بالرصاص الحي، ما رفع عدد الإصابات إلى 3 إحداها خطيرة. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية من تزويد أوكرانيا بأسلحة متقدمة، ومشيرا إلى أنه يأخذ مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الأسلحة إلى كييف على محمل الجد. وقال لافروف في مؤتمر صحفي أن الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بأسلحة متقدمة تجري الآن مناقشات حول كيفية استخدام هذه الأسلحة، وأضاف أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا مهووس بعرقلة تطور موسكو على حد وصفه. قال الجيش الأوكراني أن مقاتلات من طراز F-16 تحطمت خلال غارة جوية روسية، ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه منذ تأكيد وصول هذا النوع من الطائرات الأمريكية المتطورة إلى كييف هذا الشهر. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان أن الطائرة سقطت وأن طيارها لقي حتفه عند اقترابها من هدف خلال غارة جوية روسية. ضربت أمطار غزيرة المناطق الساحلية في الهند وباكستان، مما أدى إلى فيضانات بولاية جوجرات بغرب الهند وإجبار الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم. وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إنه من المتوقع أن يشتد منخفض جوي عميق قبالة ولاية جوجرات إلى عاصفة إعصارية قبل أن يتحرك بعيدا عن الساحل الهندي خلال اليومين المقبلين. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو QR كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تحياتي كريم الخولي وإلى اللقاء.